تشرب معايا قهوة؟ ايه يا ريت. لازم نخلص بسرعة مرت أخي. أي بعرف. عم تقولي إني ماني واثق منك؟ مع إني ما بوثق بغيرك. أنا ما رح أتنازل عن حبك أبداً. هيك ما منلحق، مستحيل نلحق هالطلبيات كلها. كريم، ست مريم تكملي عني؟ ايه تكرم عيني. الو؟ شو اخبارك؟ منيحة، وانت شو اخبارك؟ انا ماشي حالي. كيف الشغل عندكم، بلشتوا؟ اها. وانت شو عملتي؟ عملت كيك بالليمون، وبرك بالجبنة، وبالسبانخ كمان. وعملت جاتو بالفريز. وبلشت احضر المعمول، بس حضرتك قطعتني هلا. يعني عم عطلك عن شغلك؟ لا، كيف صرت هلا؟ منيح، تحسنت كثير. ما ناقصني الا شوية راحة. ليش مبارح ما نمت؟ مبارح صحيت على حكي حلو كثير. وهالصوت ضل بإذني للصبح وما خلاني نام. ضليت فايق. طبعا أنا مبسوط. كل اللي بدي إياه إنه أسمعه من تمك مرة ثانية. اللي أخذت أدويتك؟ أخذتها. شو بدي أقول؟ شو رأيك نقعد قعدة طويلة ونحكي كل شيء؟ مثل ما بدك. حلو، بعد ما نخلص من الدكتورة بدنا نقعد بشي مطرح. موافقة. اتفقنا؟ ماشي. بدي أسألك سؤال. شو هو؟ إمتى اكتشفتي إنك بتحبيني؟ خلص خلص لا تردي، اصلا انا بدي اسمع الجواب وانا عم بتطلع بعيونك. كريم لا تحكي هيك، عم تخجلني. تخجلي مني؟ ليش؟ ليكني انا ما عم بخجل لما بقول لك بحبك. بدي اسمعها، يلا قوليها. كريم فاطمه شو؟ ما بدك تجي تشوفي المعمولات؟ مرت اخي عم بتناديلي ولازم سكر. بترجاكي قوليها وبعدين سكري. بحبك كريم. (تصفيق)
شو عيني شايفتك نازلة حب ومعشقة انتي وكريم اليوم؟ شو تحسن؟ الحمد لله على سلامته.